للمستجدات. الآن ننتقل لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التموين الدكتور علي المصلحي. لما يبقى في ميه تعمل لها توصيل ايه؟ ما انتوا نمتوا، مش هعمل تاني يوم السبت خالص. تعمل لها توصيل ايه؟ الميه. لما يبقى مش قادره تعمل عداده كهرباء تعمل لها ايه؟ انما الجمعيه مش هتعمل المحول. الجمعيه مش هتجيب الخطوط مد الكهرباء. فاهمين دي؟ فهنا جزء على وزاره التخطيط والتنمية المحلية وجزء على الجمعيات. ليه بقول الكلام ده؟ نتيجة احنا جزء من هنا، وده حصل في الفيوم وده حصل كذا، بندور بالميكروسكوب ونشوف مين اكثر احتياجا ونصدر له على طول، سواء بطاقة ولا كذا ولا كذا. هل واضح؟ امال الاستهداف الثاني بقى استهداف بناء على محددات الدخل والانفاق والاستهلاك، وده اللي اتكلمت عليه وقلت الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بيعمل ده كل سنتين وانتهى من هذا التقرير. التقرير ده بيبص على ايه؟ بيبص، هو بيقسم المجتمع الى 10 شرائح. للتبسيط نخليهم 5، يعني ال 20% وال 20% وال 20% وال 20% وال 20%. 25% المية. كلمه 20% معناها الاكثر احتياجا جدا. ثم ال 20% اللي هم محتاجين، ثم دول المتوسطين، ثم دول يمكن يحتاجوا حاجة أو اتنين من 10 حاجات، ويمكن دول ما يحتاجوش خالص. بناء على إيه؟ على بحث دقيق جدا جدا بعينة مختارة ممثلة للمجتمع، وتبقوا تسمعوا التفاصيل من اللي هو خيرت عندما يعلن عن هذه النتائج. ليه إحنا بنتكلم بكده؟ لسبب، لو جينا بصينا عينة المستفيدين من التموين والعيش، يمثلوا ما بين 60% في التموين و 70% في العيش كمجتمع، يعني تمام؟ اذا برضه هم يقدر يخضع نبص لهم بهذه المحددات. فنبص على اكثر 20% ايه؟ اكثر احتياج، ثم اللي بعديها عشان نظبط الدعم ونحقق هدف الدعم من نمرة واحد، تحقيق أمن غذائي أو حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياج. إذن لازم نعرفهم، بس نعرفهم بطريقة علمية مش هوجائية. النتائج دي استخدمت والعمل مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة، وإحنا لتحديد هذه أو إسقاط هذه المحددات باستخدام هذا النموذج على مجموعة المستفيدين من التموين والعيش. طبعا اسمعوني بجد، أنا عايز بس نبقى فاهمين مع بعض. مفيش أسهل من ما نعملش حاجة، صح ولا لا؟ صدقوني يعني. طب الدنيا ماشيه، انت يا عم، انت ايه يا عم يا دكتور ده؟ انت جاي تعمل لنا ايه؟ لا والله، عشان الدنيا تبقى ماشيه وتستمر في المشي لابد ان تتضح قواعد هذا الموضوع للمجتمع كافه، والا في لحظه من اللحظات هنيجي ما نقدرش نكمل، ولما ما نقدرش نكمل اول ما بنضر الضعيف. فارجوكم حتى نستكمل اهميه واستمرار الدعم لكل من هو يحتاج، لابد من وضع هذه الضوابط والقواعد. فكانت مرحله من اصعب المراحل، وهي صحه البيانات اللي موجوده والتأكد منها، ثم بعد ذلك معرفة فئات المجتمع اللي موجود. مع هذه الدراسة طلع بناء على المؤشرات جزء سميناه لا فقير. سميناه ايه؟ لا فقير. ما هو انت بتيجي شديد الفقر او فقر مدقع، فقر كلي.
قريب من الفقر هشاشة، وبعدين فوق الهشاشة ثم كذا ثم أخضر. إذا تابعنا مشاهدينا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التموين دكتور علي المصلحي، يتحدث خلاله حول منظومة الدعم الجديدة.